لو الحكاية فيها إن فيجو معلم عندنا مشكلة إن كلنا رغبة المعلمين عايزين نعمل سحب ثقة من نقابة المعلمين نظرا لإن معظمهم يا إما في السجون يا إما هربانين لأنهم مطالبين أمنيا وبالتالي كل همهم مصالحهم الشخصية وكانت ما جماعة الإرهابية اللي هم بينتموا ليها كل غرضهم مصالح الحزب ومصالح الجماعة إلى آخره وبالتالي كان لازم إن إحنا يبقى لنا وقت. شأن جميع المحافظات طلبنا إن هو يكون في سحب ثقة مشينا الخطوات من الأول جمعنا تلقاءات ورحنا للنقابة عشان تدرك سحب الثقة عندها في الجمعية العمومية رفضوا لجأنا لوكيل الوزارة وكيل الوزارة بدأ إن هو يقول هروح للمحافظ وما قدمش الورق رحنا للمحافظ وقدمنا له الورق طلع قرار رقم 93 لسنة 2014 بإلغاء الجمعية العمومية اللي كانت يوم الخميس وعقد جمعية عمومية طارئة اللي هي بكرة 3/18 البند الوحيد اللي فيها هو سحب الثقة. جموع المعلمين كان عندهم فرحة غامرة الناس كلها قالت أخيرا جت لنا الفرصة إن احنا نروح نقول عايزينهم ولا مش عايزينهم ومنتهى الديمقراطية. لكن إذا بي اللي يحصل إن يجي النهاردة قرار من المحافظ رقم 98 سنة 2014 بإلغاء القرار رقم 93 دون إبداء أسباب ودون أخذ وجهة نظر المعلمين هم أصحاب المشكلة ضرب بعرض الحائط حوالي 18,000 معلم كان كل رغبته إنه هو عايز يقول كلمته. أعتقد إن المعلمين لو ما بما إن السد في طريقهم الطرق القانونية تمام هم بيقولولنا الجو لأي طريقة تانية. المعلم قال كلمته المعلم مرضاش يتكلم على الغاء النقابة ايام الدستور اللي كان اولويات الدستور قبل النقابة عشان ميبقاش مطالب فئوية زي المهندسين والاطباء وبعد لما هدت الامور واستقر الامر في الدستور احنا طالبنا بعودة النقابة تاني للمعلمين ماشي فكان لازم ان احنا يبقى لنا موقف. احنا جينا تاني للمحافظ وحاولنا ان احنا نعرف الاسباب اللي اصدر فيها القرار ولكنه لم يبدي اسباب فيش حد اخد معاه كل رفض مقابله المعلمين رفض مقابله الاستاذه زينب اللي احنا فوضناها عندنا عشان تطلع تقابله وتعرف ايه السبب ان هو ادانا سحب الثقه ورجع تاني لغى القرار. يعني القرار طالع من كام يوم ومن يومين ثلاثه والنهارده لغاه قبل الاجتماع بحوالي 20 ساعه ايوه يا دوبك كده بس. طب هو انتم معتصمين هنا؟ لا احنا هنعتصم هناك في التربيه والتعليم هنصعد موضوع الاعتصام وهنشوف اي طريقه برضو شبه قانونيه او قانونيه لان احنا برضو مصممين على ان احنا ناخد حقنا تمام. ويا ريت الناس تفهم بورسعيد كلها تفهم ان جماعه الاخوانيه الارهابيه الوحيده اللي موجوده هي الموجوده في النقابه واحنا بنحاول ان احنا نطهر بورسعيد منها وده مطلب بورسعيدي مش مطلب معلمين.